بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بدايه تم نشكر لونسيجي ديال الجديده على هذا الملتقى السادس اللي تيهدف انه يكون واحد اللقاء تواصلي ما بين الطلبه وبين المؤسسات والشركات. الهدف منهم بطبيعه الحال هو صقل المواهب ديال الطلبه والمتخرجين من المؤسسات التعليميه الجامعيه بالمغرب، من طبيعة الحال المجموعة إيمانا منها بأنه الطالب المغربي هو الكفيل بتطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة ووضع البصمة ديالته داخل الاقتصاد الوطني. فالحضور اليوم ديال مجموعة أوزون هو حضور وازن بالكوادر وبكافة المكونات والديبارتمون ديال المجموعة من أجل التواصل، بالإضافة إلى أنه غادي يتم توقيع واحد الاتفاقية ما بين لونسيجي ديال الجديدة وشركة أوزون للبيئة والخدمات اللي غتتيح الفرصة للطلبة المتخرجين أنهم يستفدوا من تكوين ميداني داخل المجموعة في كافة الديبارتمون اللي تتوفر عليها المجموعة، وإعطاء الفرصة للتدريب وتكوينات ميدانية ولما لا إدماج بعض الطلبة في حالة وجود خصص في بعض المناصب داخل المجموعة. وشكرا. إذا مرحبا بكم بعدا معنا اليوم في هذا الملتقى في الدورة السادسة ديالو. هو منتدى اللي كيجمع ما بين الشركات وما بين الطلبة وخريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير على قبل فرص شغل اللي كيقدروا يقترحوها هاد الشركات. هاد الملتقى هنا عندنا الدورة السادسة ديالو، كنا كنديروه كل عام مالوغوزمون مع كوفيد وهذا ما قدرناش نديروه دو زاني سوكسيسيف، مي الحمد لله رجع هذا العام ورجع بقوه. اذا كنتمناو ان الغرض منه يوصل وفي الاخير ياخذوا من عندنا لي زونتربريز اللي جايين ان شاء الله، ياخذوا من عندنا دي بروفيل كي ميريت هاد لي بوست اللي كي لوغ بروبوز. كنتمناو اننا نحققوا الهدف ديالو. وشكرا ومرحبا بكم معنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.